لكم وبداية أسبوع موفق أكيد كانت منها لكم مشاهدينا. مرحبا بكم معنا في شوف طقس من جديد هلا شوف تي في. وغدا نبداو هذه المرة من عاصمة المنطقة الشرقية وجدة، بحيث غتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 20 و 22 درجة. غادي نمشيو للشمال ونمشيو مباشرة لطنجة اللي غتراوح فيها درجة الحرارة ما بين 18 و 20 درجة. بالعاصمة الرباط درجة الحرارة غتراوح ما بين 15 و 21 درجة. أما فاس فغتكون فيها درجة الحرارة ما بين 25 و 27 درجة. دار البيضاء غتراوح فيها درجة الحرارة ما بين 24 و 26 درجة. عاصمة النخيل ومدينة البهجة بامتياز مراكش غتكون فيها درجة الحرارة ما بين 34 و 36 درجة. عاصمة سوس أكادير درجة الحرارة فيها غتكون حتى هي ما بين 34 و 36 درجة. أما تازة فغتروح فيها درجة الحرارة ما بين 25 و 27 درجة. وبهذا مشاهدينا كنكون وصلنا معكم لنهاية شوف طقس النهار اليوم. موعدي بكم غادي يتجدد غدا إن شاء الله نفس الزمان نفس المكان في حال ديما. ما تنسوش على شوف تي في. إلى اللقاء.